سجل الرصيد الحسابات الجاري لميزانية المدفوعات عجزا قياسيا بلغ 27.48 مليار دولار في 2015، أي 16.5% نسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي. أرقام تعكس الوضعية المالية الحالية للبلاد راح يسترسل محافظ بنك الجزائر في تقديمها أمام نواب البرلمان. عجز في ميزان المدفوعات لسنة 2015 وتراجع حاد في احتياطي الصرف خلال 2016 ب 30 مليار دولار. تواصلت هذه التوجهات خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2016، حيث بلغ مستوى إيرادات الصادرات المحروقات 19.4 مليار دولار باعتبار متوسط سعر برميل للبترول المسجل خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية، الذي بلغ 42.69 دولار. نواب البرلمان انتقدوا ما جاء في تقرير محافظ بنك الجزائر، وقالوا إن الأخير اكتفى بتقديم إحصائيات معلومة دون أن يحمل في خطابه ما هو قادم. لا، هو طبق الأصل لتقرير 2014 2013 2012، تغيير إلى بعض الكلمات. روح ديري مقاربة حكم التقرير، تلقى جمل في التحليل، في الاستنباط، في التحليل النقدي المصرفي المالي للجزائر أكثر من 80 حتى 90% نفس المصطلحات ونفس التوجهات ونفس الأطروحات. يعني التقرير نتاع محافظ البنك، الأرقام الموجودة فيها جانب من الصدق، يعني نقول رغم أنها يعني ليست كل الحقيقة، يحس الواحد شوية باللي فيها نوع من المصداقية، ولكن مع ذلك ليست هي كل الحقيقة. أما النتائج أو ما أو العلاج، هذا لم يقدم من جذوره، لأنه حتى العلاجات المقدمة والله الجديد المقدم هو عبارة عن مكياج، عبارة عن مسوح فقط يعني معينة، مش حقيقة يعني، مش علاج حقيقي يعني. في السيولة النقدية مرتفعة ما قدرش يمتصها، القرض السندي ديال اللي خرجوه وش هي المنفعة بارابور للشعب، يعود على الاقتصاد الوطني بماذا، وش هي الآليات اللي غير فيها في أرض الواقع. عطيت مثال بالبنك المركزي الأمريكي، غير ينوي كان غير يقول راني ناوي إن شاء الله من المواد مارس أنني أرفع ولا نهبط سعر الفائدة، الاقتصاد العالمي برمته يدخل بعضه. تقرير محافظ بنك الجزائر وإن كانت أرقامه معلومة سلفا، إلا أنه يترجم وضعية مالية توصف بالعسيرة بعدما يقارب 3 سنوات من بدء تراجع أسعار الذهب الأسود.